نشرت مها أحمد البوست ده هو يوم الحد 13/9/2020، كاتب عليه بيتي غرق مية ومش عارفين ايه السبب، سترك يا رب. وأيضا نشرت الصور ديت للأرضية الباركيه متبهدلة طبعا، كل ده لازم يترمى، باركيه ده كله اتحرق، ربنا يكون معاها. طبعا مشكلة كبيرة ولازم تعرف مصدر المية فين وتحاول إصلاحه. من ناحية أخرى، لا يعرف العديد من الجمهور أن للفنانة مها أحمد وللفنان مجدي كامل ابن اسمه أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ده أحمد ربنا يشفيه، ابنهم الكبير على فكرة. أحمد هو الابن الأكبر لمها ومجدي، ولم يتحدث عنه الثنائي إلا مؤخرا عندما عبر مجدي عن ارتباطه الشديد بابنه البالغ من العمر 23 سنة. وأعلنت الفنانة مها أحمد أن نجلها الأكبر أحمد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وطالبت جمهورها بالدعاء له. على صفحتها على انستجرام، وكشفت أن أحمد تعرض لآلام مفاجئة، وقامت وزوجها باستدعاء الطبيب الذي طلب عمل بعض التحاليل لنجلهما، وبالفعل أجرياها كما طلب منهما الطبيب عمل أشعة، إلا أنه لم يتم نقله للمستشفى. ربنا يكون في عونه. وقالت: يا رب يا كريم، أنت عارف وشايف وقادر على كل شيء، سلمتك أمري وعليك توكلت يا رب العالمين. وكانت الفنانة المصرية نشرت مجموعة من الصور المركبة على انستجرام، وناشرت متابعيها الدعاء لابنها الذي يمر بظروف صحية صعبة حاليا. وعلقت على الصور قائلة: دعواتكم لأحمد ابني، تعبان جدا وحامل له أشعة وتحاليل، ربنا يبعد عنه أي شر ويشفيه بحق الأيام المفترجة ويشفي كل مريض. كذلك طلب النجم مجدي كامل من جمهور الدعاء لابنه بالشفاء، وكتب: ادعوا لأحمد ربنا يشفيه، يا رب يشفي كل مريض، الحمد لله. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع طلبات النجمين، وانهالت على الصور الدعوات لشفاء أحمد وأن يمن على والديه بالقوة والصبر. ربنا يكون معاك وربنا يشفيه. من ناحية أخرى، نشرت النجمة المصرية مها أحمد صورة مع شقيقها خالد الذي يشبهها إلى حد بعيد، وعلقت عليها قائلة: أنا وخالد أخويا، مسلسل الحلال، تأليف سماح الحريري، إخراج أحمد شفي. ده خالد أخو مها أحمد. وكتبت: أنا وخالد أخويا، مسلسل الحلال. كما نشرت النجمة مع كشفت الفنانة مع أحمد عن تفاصيل إنقاص وزنها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تجهد نفسها لإنقاص الوزن قائلة: أنا بحب أكون جميلة، إيه يعني لما أكون حلوة؟ طبعا فرق كبير جدا، قدرت تنقص وزنها. وأشارت مها في خلال لقاء مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج قهوة أشرف إلى أنها اتخذت قرار إنقاص الوزن بعدما عرض عليها تقديم برنامج تلفزيوني، لكن تجهيزات البرنامج أخذت وقتا طويلا. وتابعت: في ذلك الوقت كنت بوزن زائد، وعندما أخبرني القائمون على البرنامج بموعد بدء التصوير قررت أن أظهر بشكل جديد عند التصوير، ومن ثم قررت الدخول في نظام غذائي صارم مع تناول أدوية حرق للدهون قوية جدا، لكنها متعبة جدا ومرهقة ولا ينصح بتناولها أي شخص. وشددت على أنها مع الأدوية قررت ممارسة الرياضة بشكل قاس مع منع الأكل حتى أصيبت بأنيميا حادة، قائلة: حرمت نفسي من كل حاجة حتى وصلت لإصابتي بالأنيميا الحادة ونقلت إلى المستشفى واحتجت لنقل دم، لأن هذه هي العواقب، لأنني منعت كل حاجة في الأكل.
وكشفت عن موقف حرس مع الفنان أحمد السقا عند انقاذ الوزن موضحة: ذهبت معه في أحد الأيام إلى الجيم، وخاصة على جهاز المشي، وبدأ السقا في زيادة معدلات الجري، وكنت هموت لأن هو زود السرعة وكرهني في الجيم. وأكملت معها أحمد: عقب ذلك بدأت إنقاص الوزن والحياة بقت لطيفة، ولقيت نفسي هبدأ أكل تاني. ذهبت للطبيب وركبت بالونة في المعدة لأن هي أسهل حاجة في الحياة، والآن أنا دكتورة نفسي. وده اللوك اللي ظهرت بيه في قهوة أشرف عبد الباقي. أحمد صور لها من أسوان مع زوجها الفنان مجدي كامل، وظهرت برشاقة وخسارة الكثير من وزنها الذي اشتهرت به. هل تصدقوا إن دي مع أحمد؟ وأكدت الفنانة مع أحمد أن زوجها الفنان مجدي كامل لم ينتقدها على إنقاص 20 كيلو جرام من وزنها ضمن استعداداتها للظهور في برنامجها التلفزيوني ربع دستة ستات. فرق كبير طبعا. معها تقول: أنا من زمان لدي محاولات دايت مع نفسي، ولكنها لم تكن جدية بشكل حقيقي، والكاميرا تزيد وزني أيضا 8 كيلو وأنا قصيرة، بالتالي كانت مشكلة كبيرة. وفي خلال العام الخاص بالتعاقد على برنامج ربع دستة ستات، وبعد أن أعلن رئيس القناة عن تغيير الديكور والاهتمام بالدعاية بشكل كبير بالبرنامج، قررت مع نفسي أن أقوم بدايت حقيقي. وبالفعل لمدة 4 شهور لم أعطي نفسي يوما واحدا أجازة من الرجيم، ولدرجة أني أضريت نفسي في رحلة الرجيم، ونتيجة للرجيم القاسي انخفضت نسبة الهيموجلوبين في الدم، وحجزت في داخل إحدى المستشفيات وتم نقل دم لي أكثر من مرة. وكان شاهدا على هذه الأحداث الفنانة الزميلة نهال عنبر، وذلك لأنني كنت قاسية على نفسي ولم أكن أهتم بالخضروات والفاكهة إطلاقا، بجانب تناولي لأدوية تساعد في حرق الدهون. دي صورة نادرة ليهم في زفافهم، هي ومندي. فهذا شكل ضغطا هائلا على الجسم، فوقعت مريضة. وأشارت إلى أن مجدي كامل كان يحبها قلبوزة بحسب وصفها منذ أن تعرف عليها وتزوجها. دي قبل الرجيم طبعا. ولكن بعد أن فقدت جزء كبير من وزنها استوعب الأمر وتقبله، وكشفت مع أحمد أن سر زيادة وزنها هو أنها كانت تعالج بالكورتيزون، وهو ما تسبب في إفساد أي حمية غذائية تتبعها، فضلا عن أن طبيعة الأدوار التي كانت تعرض عليها في السينما تتطلب أن تبقي على إطلالتها الممتلئة. ورفضت مع أحمد التخلي عن اللقب بكابوزة بعد إنقاصها لوزنها، مؤكدة أنه وش السعد عليها بحسب قولها، وأنه من أسباب شهرتها، موضحة أن أصدقائها والناس في الشارع ينادونها به. وعلى الرغم من توقع مع أحمد أن يكون ظهور زوجها مجدي كامل في برنامجها ربع دستة ستات طريفا للغاية، إلا أنها قالت أنه رفض استضافتي في البرنامج بسبب تفضيله للخصوصية ولأنه خجول بالطبع. دي صور متفرقة ليها عشان تشوف الفرق، فرق كبير طبعا ما بين قبل الرجيم وبعد تركيب البالونة. ده ابنها التاني الصغير عادل، وهي مع ابنها الأصغر عادل مع ريم البارودي هنا في العمرة مع والده عادل ووالده. صور عائلية جميلة. أنا مع أحمد تستعرض جمالها بنيو لوك جديد بعد فقدان وزنها طبعا، مع زوجها مجدي كامل. ملايقين على بعض، ربنا يشفي لها ابنها أحمد. هنا برأيكم هل يشبهها اللي هو ابنها الصغير؟ كما تلقى الفنان المصري مجدي كامل وفنانة مع أحمد خبر صادم بعد أن تقرر انتقال ابنهما عادل من صفوف النادي الأهلي للناشئين إلى نادي الزمالك
بعد قرار النادي الأهلي. رحيل عادل جاء بعد قرار اللجنة الفنية بالنادي الأهلي برحيله، حيث أنه لم يشارك في مباريات منذ فترة، مما جعل الكابتن سمير كمونة يقرر الاستغناء عنه. وبالفعل جلس مع الفنان مجدي كامل ليوضح له ملابسات الموقف، وشعر مجدي بالصدمة. عادل كان لاعبا في فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 97، ولكن بعض التقارير الرياضية أشارت مؤخرا بأنه انضم لفريق نادي الزمالك مواليد 97. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.